الثاني المهضوم اكل منها بقى نخيله او غلع. السلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. أحبابي في الله، إن كنتم لأول مرة تدخلون على هذه القناة فهذا شرف كبير لي. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكافة الإشعارات والإعجاب واللايك حتى يصلكم مني كل جديد. If you are a newcomer to this channel and it's for the first time for you to watch and listen my videos, I hope that you subscribe, share and like so as to get notified whenever I upload a new video. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ. أقول لكم عند الحيرة والتعب والقلق والتشوش وعدم النوم بطريقة سليمة وصحيحة، السهر بالليل، خدران بالأطراف، تعب في الجسم، ألم أسفل الظهر، أمور كثيرة نعاني منها نحن وتتعبنا ونشعر بقليل من الاكتئاب. تشعر أنك أنت تعبان، حيران، ما بتأكل كويس وما بتشرب كويس وما بتعرف شو تعمل، ما إلك خطة، ما إلك برنامج، ما إلك وقت محدد للقاء الناس، التواصل مع المجتمع، التواصل مع الأصدقاء. في عندك في صدرك حزن وكآبة، غير قادر على أنك أنت تتواصل مع المجتمع. بتحب النوم، بتحب الانزواء والانطواء، بتحب تبعد، بتحب تهجر، بتحب أنك أنت تجلس لوحدك وتتفكر، وأحياناً بتحلم وتتشوش، بتحس حالك أنه أنا خلاص نصف حي ونصف ميت، نصفي ما بين نصفي في الجنة ونصفي في النار. لهذه الأسباب أنت تحتار، تقلق، تتوتر وتشعر بالخذلان، مش لاقي حد يساعدك، حد يقف جنبك، حد يدعمك، يعطيك الفول سبورت، يحييك من جديد، بمعنى يهبك النشاط والحيوية. أمراض متكررة، آلام في الرأس، صداع، ألم في الساقين، ألم في أسفل الظهر، ألم في أسفل البطن، اكتئاب، حزن، تعاسة. دائما حتى تتجنب هذه الأشياء. طبعا هي مش أعطيك أنا حبة دواء وأقول لك إنه والله خلاص انتهت بعد بعشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، ولكن يجب عليك أن تتمرن على تمارين التخاطر اللي بتخليك قوي وثابت وتثق بنفسك وتخرج الطاقة السلبية من عندك وتحصل على طاقة إيجابية. الإنسان الآن بدنا ندخل بالموضوع، موضوعنا، موضوعي وموضوعك، ليش بتصير معك هذه الأشياء؟ شو دلالاتها؟ وشو مؤشراتها؟ وشو علاماتها؟ أنت عم بتصير معك هذه الأشياء كلها، التوتر، القلق، الحلم، المنام، الإزعاج، عدم شهية للأكل، عدم رغبة في التواصل مع الناس، عدم رغبة في الدراسة، عدم رغبة في الزواج، عدم رغبة في الأكل، عدم رغبة في الذهاب، عدم رغبة في الإياب، ما بتحب أنك تتواصل ولا بأي شيء نهائي. طبعا أنت عليك العين. ما معنى عليك العين؟ في شخص بيفكر فيك. كل هذه الأعراض التي تعاني منها، أنه أحيانا أشخاص بتيجي على ذهنك فجأة، تقفز لعقلك فجأة بدون مقدمات، بدون تحضيرات، بدون انك انت تفكر فيهم، ما بتشوفهم الا قفزوا بخيالك، بذاكرتك، بعقلك، بقلبك، تذكرتهم، شفت ملامحهم. راح تسأل نفسك تقول انا ليش بتذكر هذا الانسان الان؟ شو اللي يعني شو الاشارة او العلامة او الدلالة اللي خلتني انا اتواصل مع هذه الروح؟ شو اللي خلاني افكر فيه؟ كيف أنا فكرت بهذا الشيء وأنا لا حلمت فيه ولا فكرت فيه من قبل ولا أي شيء؟ طب كيف خطر على بالي وكيف أجب ذهني؟ لأنك أنت خاطر على باله، لأنك أنت جايب ذهنه. هذه نقطة. إذا أنت قفز الإنسان
بعقلك فجأة دون مقدمات، فاعلم تماما أنه يفكر بك. إذا حسيت بخدران بالأطراف، بأنه شيء بسيرك، شيء بمشيك، شيء بحيرك، مش قادر أنك أنت تتحرك لوحدك، تتخذ قرارات لوحدك، تتخذ أسلوب ومنهج حياة لوحدك، تتخذ قيادة في 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 قراراتك، في أمورك، في مشاريعك، في دراستك، في أكلك، في شربك، في نومك، في كل شيء، اعلم تماما أنه وكأنه شيء بحركك، وكأنه شيء بدفعك، وكأنه كأنك روبوت بتتحرك من خلال ريموت كنترول. فهذا الشيء هو دلالة على أنه شخص بفكر فيك وبيحبك ويتمنى أنه يتقرب منك. أرجو أن تكون الأمور واضحة. بإمكانك أنك أنت طبعا تتقرب منه وتشعر أنك أنت بتحبه، وترسل له رسالة حب وتقدير وتقرب له، حتى تتواصل أنت وياه بدون تلفونات، بدون أي يعني أي اتصال جسماني أو فيزيكال. بإمكانك تتقرب منه هذا الإنسان من خلال تمارين التخاطر، هو أنك تأخذ نفس عميق لمدة 5 مرات شهيق ثم زفير، وتكون مرتاح البال ومخرج الطاقة السلبية من عندك ولوحدك، وتتخيله وترسم صورته في ذاكرتك بشكله، بوقفته، بكلامه، بأسلوبه، بضحكته، وتحكي له اللي أنت بدك إياه وأنت صامت. رح توصل الرسالة أنا متأكد، وأرجو أنه أنتوا تكتبوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو ما هي نتائجكم حول هذا الموضوع. أتمنى منكم أنكم مرة أخرى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. Hope that you like, subscribe and share so as to get notified when I'm whenever I upload new videos. Wish you all the best. God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.